فاتح في ظهر معلول، كرة توصل، وادي ترقيصة حلوة، نقدر نشوف جول 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 في الدقيقة 40 ومن اللدغة الأولى، وأتت المفاجأة وجه الحل من حمادة. حمادة ناصر في أول لقاء بيضع هدف من ألماز لرمضان السيد اللي طال انتظاره، منكمش طوال 40 دقيقة، ولكن أتت المفاجأة وأتى الخطأ من محمد هاني بعد ترقيصة حلوة وتمريرة من المغربي وترقيصة حمادة ناصر، يلاقي نفسه وجها لوجه ضغط من النادي الأهلي في رحلة البحث عن هدف التعادل. ودي كورة، ودي جول 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 جول، وهدف أول وليد أزارو في أول ثلاث تمريرات بدقة وإتقان، بينفرد التوربيد الأهلاوي. ولكن بص شوف الحكاية، آدي 1 2 3، تقدم وليد أزارو وكسب المساحة، وبباطن القدم بيضع أول أهداف اللقاء في الدقيقة 51. عبد الله السعيد، كرة متسقطة في أقصى الجبهة اليمنى، ودي لمسة، يا عيني يا عيني يا عيني على الكلام، يا عيني على الفراشة، ويا عيني على البلياردو، ويا عيني على التمريرة الحلوة من عبد الله، والاستلام والتسديد بباطن القدم فيرست تايم من باسم في أول أهداف باسم. ولكن بص شوف، يا عيني بلياردو حطتها بلياردو، بترتطم في العرضة وتهتز الشباك في الدقيقة 59 علشان باسم علي يضع البسمة والسعادة من جديد. بدري بنون، ادي كرة حلوة 1-3، هنشوف النهاية، وادي النهاية، واجمل نهاية من اسلام محارب، كرة 3-4 تمريرات. وقلت لحضراتكم اسلام محارب دايما بيبقى بديل، ودايما بيعمل الاضافة، ودايما بيقدم لنا الجديد، وبالفعل في الدقيقة 73. ولكن بص شوف التمريرات، وبص شوف التحركات، النادي الاهلي يقدر، بالفعل يقدر، وادي محارب.